هنا بحي مولاي عبد الله بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، حيث رصدت كاميرا أخبار الفجر المغربية لحظة فيضانه بعد دقائق قليلة من التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المدينة مساء أمس الخميس، حيث تسبب في خسائر مادية كبيرة تمثلت في غمر عدد من المنازل والمحلات التجارية والسيارات المركونة بالمياه. وحسب السكان المتضررين من الفيضان فإن الحي سبق له أن عرف فيضانات عدة في السنوات الماضية وبنفس الخسائر المادية دون تدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يتكرر كلما تساقطت الأمطار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.